بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فحديثنا اليوم عن اثنين من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ربما لا يسمع الكثير عنهما، لكن عن طريق أحدهما وهو علي بن الحسين امتد النسب، فقد عاش الإمام زين العابدين ودي كنيته في كربلاء. أغلب إخوته ماتوا، لكنه هو الوحيد الذي عاش في كربلاء وامتد النسب به. الشخصيتين دول هما زين العابدين ابن الحسين أو علي ابن الحسين والسيدة سكينة بنت الحسين. سنبدأ حديثنا أولا عن الإمام علي ابن الحسين. اسمه علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. سيدنا علي ابن الحسين ولد يوم 5 من شعبان في ليلة الجمعة سنة 38 هجرية بالمدينة المنورة، وهو كمان كان محب للمدينة المنورة. طبعا احنا عارفين ان ابوه كان الحسين ابن علي ابن ابي طالب، وامه كانت فاطمة الزهراء. امه كانت فاطمة ام الحسين اللي هي تعتبر جدة زين العابدين، كانت فاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم. اذا جده علي ابن ابي طالب وجدته فاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وابوه الحسين الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن أخيه الحسن وعن علي وفاطمة إن هؤلاء أهل بيتي فاللهم طهر أهل بيتي، إنما نزل قول الله تعالى إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وعمه هو الحسن أخو الحسين، أحب اثنين للنبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، اللي النبي برضو قال عنهم إيه، قال جاء بعلي وفاطمة والحسن والحسين وألقى عليهم رداءه وقال من أحب هؤلاء كان مكانه مع مكاني في الجنة. يعني اللي يحب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم سينال هذه المرتبة الرفيعة. من كانت زوجته؟ كانت زوجته ابنة سيدنا الحسن كرم الله وجهه ورضي الله عنهم أجمعين، وهي التي أنجب منها أغلب أبنائه. ومن كانت أمه؟ أمه كانت شهر بانو، هذا اسمها، هي لم تكن عربية فقد كانت ابنة لقسرة، فأسرت هي وأختها في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتزوج عبد الله بن أبي بكر من أختها وتزوجت هي من علي بن الحسين. دي كانت الأسرة بتاعت علي بن الحسين. طيب، كثير من الناس لا يعرفونه باسم علي وإنما يعرفونه باسم زين العابدين. لماذا؟ لأن هذه هي كنيته، فهو زين العابدين وسيد العابدين، كناه بسيد العابدين النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. فقد كان الحسين جالسا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله يا جابر إن هذا سيولد له غلام يقال له سيد العابدين، فإذا أدركته فأقرئه مني السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر بولادته، وبالفعل كان سيد العابدين، فقد كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة. تخيل 1000 ركعة. كان يسمى أيضا بالسجاد لكثرة سجوده، كان إذا صلى صلاة مفروضة سجد لله سبحانه وتعالى شكرا، كان إذا أصلح بين اثنين سجد لله سبحانه وتعالى شكرا، كان إذا أطعم فقيرا سجد لله سبحانه وتعالى شكرا. لذلك كان يرى أثر السجود ليس في جبهته فقط وإنما في جميع جسده. فإذا هذه الألقاب لم تكن هباء. كان له عدد كبير من الأبناء، لكن أهم شيء في أبنائه أنه كان يسمي أسماء جميلة
لم ندرك جميع أسماء أولاده، لكن ما أدركناه منها علمنا منه أنه كم كان يحب جدته السيدة فاطمة، فقد سمى ابنته فاطمة، وكم كان يحب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد كان من أبنائه عمر. إذن هو محب للصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان جده يحبهم الحسين، كما كان جده علي بن أبي طالب يحبهم. اشتهر بالورع والتقوى، واشتهر بالإحسان وكثرة الإكرام. اشتهر بالورع والتقوى، فقد كان يصلي في اليوم كما قلنا 1000 صلاة أو 1000 ركعة. من منا يستطيع أن يعمل هذا؟ وكان مجاهدا للدعوة أيضا، ومجاهدا في الدعوة أيضا، وكم لاقى من مشاق في هذه الدعوة كما لقي أهل البيت كلهم أجمعين. واشتهر أيضا بصفة اشتهر بها جده علي بن أبي طالب وجدته السيدة فاطمة الزهراء، وهي صفة حب الإطعام وحب التصدق. فعلي وفاطمة هما اللذان نزل فيهما قول الله سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فقد دخل على فاطمة في يوم من الأيام مسكين يريد أن يأكل، فلم يكن عندها طعام إلا طعامها هي وزوجها وأبنائها، فأطعمته له. وفي اليوم الثاني بعد المسكين اليتيم، ففعلت مثل ما فعلت في المرة الأولى. في اليوم الثالث أسير، فنزل فيهما هذا القرآن ولم يعترض عليه، بل بالعكس فقد شجعها على هذا الأمر. فكان علي بن الحسين أو زين العابدين يشتهر بهذه الصفة، درجة إن هو كان في أناس كثيرين في المدينة يأتي إليهم بالطعام ويطعمهم ولا يعلمون من يأتي إليهم بهذا الطعام. كل يوم الصبح يصبحوا يروا هذا الطعام أمام منازلهم، فلم يعرفوا أنه زين العابدين إلى أن مات زيد، فانقطع هذا الطعام وهذا الرزق، فعلموا أن الذي كان يأتي إليهم به هو زين العابدين ابن علي. زين العابدين أيضا اشتهر باسم علي الأصغر، علشان نفرق بينه وبين أخوه علي الأكبر اللي مات في كربلاء. زي ما قلنا هو ولد سنة 38 هجرية. في ناس قالوا أنه هو ولد بالمدينة، وهو كان محبا للمدينة، لكنها ليست مكان ولادته، وإنما ولادته كانت في الكوفة. سيدنا زين العابدين بن علي اشتهر أيضا بأمر لم يكن يشتهر به الكثير من الناس، وهو كثرة عفوه. فقد روي عنه أنه في إحدى المرات كانت تصب له جاريته الماء، كانت بتصب له الماء علشان يتوضأ، فهي بتصب الماء من الـ من الـ من 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 كوب كبير كده من النحاس، فوقع هذا الكوب على رأسه فشج رأسه. فقالت له الجارية: والقاضمين الغيظ. فقال: قضمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال لها: فاذهبي فأنت حرة لوجه الله سبحانه وتعالى. إذن هو كان متسامحا، كثير التصدق، كثير التسامح، كثير العفو مع الناس لقربه من الله سبحانه وتعالى. كان لما يكون مع ربنا سبحانه وتعالى في صلاة أو ذكر لا يدرك ما حوله، يعيش في صومعته مع الله سبحانه وتعالى، لا يدرك من حوله فيما يتحدثون. درجة أنه في يوم من الأيام قيل له إن بيتك يحترق، كان بالفعل البيت بيحترق من حوله، فلم يسمع الناس ولم يشم رائحة الحريق ولم يرى هذا الحريق، لحد ما الناس أطفأوا هذا الحريق وانتهى تماما وأنهى هو صلاته. فلما سألوه قال لهم: لم أشعر بأي حريق في بيتي. إذن هو يتمثل بصفات من بصفات جده وأبيه: القوة، الثبات، العلاقة القوية بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. كان له كثير من الكرامات، لدرجة أنه في إحدى المرات اعتقل ودخل في أحد السجون، فدخل إليه أحد الصالحين وقال له: يا إمام، ماذا تريد أن نفعل لك؟ هل نفك قيودك؟ فوجده مفكوك اليدين والرجلين، فقال له: لو أردت أن أخرج لخرجت، لكنني أحب الابتلاء في الله سبحانه وتعالى. واشتهر أيضا سيدنا زين العابدين بحبه لأمه واحترامه وتقديره لها، فقد كان لا يأكل معها في
طبق واحد، فعندما سئل عن ذلك لماذا لا تأكل مع أمك في طبق واحد أو في يعني إناء واحد، فقال أخشى أن تسبق يدي لشيء سبقت إليه عيناها. ممكن هي تكون شايفة شيء أحبته إذا تاخده قبل هي ما تأخذه. فشوفي حبه وبره بأمه وصل إلى أي درجة، ولما لا وهو تربية الحسين ابن علي بن أبي طالب، علي الذي تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والحسن والحسين اللذين تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. زوجته كانت مثالا طيبا للمرأة المسلمة التقية المربية لأبنائها تربية صالحة، ولما لا أيضا وهي ابنة الحسن ابن علي بن أبي طالب، الحسن حفيد النبي صلى الله عليه وسلم وحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا زين العابدين بن علي زي ابن الحسين بن علي عاش إلى سنة 94 هجرية ومات بالمدينة، وكان عمره جاوز 50 في ذلك الوقت، ولم يترك خلفه الكثير من الأشياء المكتوبة إلا القليل، لكنه كان يهتم أكثر بالعبادة، رضي الله عن سيدنا علي ابن الحسين أو زين العابدين ابن علي. نتحدث الآن عن شخصية أخرى كما قلنا في بداية الحلقة، وهي شخصية من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومرتبطة بالإمام زين العابدين ابن الحسين، فهي أخته السيدة سكينة ابنة الحسين ابن علي رضي الله عنه. السيدة سكينة بنت الحسين هذا ليس اسمها، وإنما هي كنية كنتها بها أمها، وإنما كان اسمها آمنة أو أميمة، وآمنة على اسم جدتها أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب، وسمتها أمها سكينة أو سكينة بعد ذلك لما رأته فيها من هدوء واستقرار نفسي. إذن حتى الكنية والاسم يشتملان على معنى واحد وهو الهدوء والأمن والاستقرار النفسي. وبالفعل كانت السيدة سكينة تمتاز بهدوء غير عادي، وكانت محببة إلى أبيها. كان أبوها مين؟ الحسين بن علي، وعمها الحسن بن علي بن أبي طالب، وهما حفيدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجدها كان سيدنا علي بن أبي طالب، وجدتها السيدة فاطمة الزهراء ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. أمها كانت الرباب ابنة امرئ القيس. نشأت السيدة سكينة في بيت من بيوت النبوة، يعني هي بالإضافة إلى أنها كانت تتسم بالهدوء والسكينة وحسن الخلق والحياء، إلى أن يعني ده في سجيتها وطبيعتها، فما بالنا إذا كانت هذه السجية ثم تتربى في بيت من بيوت النبوة ماذا سوف يكون خلقها؟ كانت تتمثل فيها أجمل وأحسن الصفات. يعني إذا قلنا الكرم فليس الكرم فقط، وإنما أشد أنواع الكرم الحياء، أشد أنواع الحياء. ظلت في بيت أبيها مع أمها وأبيها إلى أن ذهبت ذات مرة إلى العراق مع أبيها الحسين. في هذه المرة كان الحسين ليس معه إلا عدد قليل من أهله، وفي طريقه تعرض لهم جيش من جيوش زيد بن معاوية، فقال لهم الحسين إن أنا مت الآن أو استشهدت الآن فلا تشقوا علي جيبا. يوصيهم على كل ميت أن يوصي أهله ما يفعلونه، وأن لا يخالف في هذه الوصية تعاليم الإسلام. لازم نعلم ولادنا، لازم نعلم إخواتنا، كلنا وارد علينا الموت، فإذا أنا مت فلا تشقوا علي جيبا، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، البكاء فقط هو المسموح به. ربنا سبحانه وتعالى إداك البكاء، والبكاء بيهون على النفس. بكى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم وقال إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن بقضاء الله لراضون وإن لفراق فيا إبراهيم لمحزونون. فسيدنا الحسين يمشي على وصايا جده النبي صلى الله عليه وسلم، فبيعلم أبنائه إن أنا استشهدت الآن فلا تشقوا علي جيبا ولا تلطموا علي الخدود. فدخل المعركة وبالفعل قتل فيها، ده مش قتل بس،
ده ضرب فيها عددا من الضربات والطعنات تصل إلى 100 طعنة وضربة. فعندما وجدت السيدة سكينة أباها بهذا الشكل ألقت نفسها عليه حبا لأبيها، تخيلوا أن واحدة تشوف أبوها بهذا الشكل، فألقت نفسها على الحسين تبكيه، أصبح أشلاء مصاب حوالي 40 طعنة، فتبكي أباها. ثم أخذوها من على أبيها سبايا بقى، أخذوها يعني من ضمن اللي في الحروب اللي بياخدوهم جواري، وهي ماشية في الطريق كانت عمالة تنظر إلى أبيها وتبكي حتى لا تستطيع أن تأخذ جثة أبيها وتدفنها. يعني ربنا سبحانه وتعالى يرينا في آل البيت آياته ويقول لنا شوف الناس دي صبرت على الابتلاء إزاي، اصبر يا مؤمن كما صبر هؤلاء، لنا فيهم أسوة حسنة نتعلم منهم الصبر. فلم تفعل شيئا كما قال لها أبوها إلا البكاء حتى أخذت في السبايا، ثم حررت بعد ذلك وعاشت في المدينة المنورة. وكان زوجها عبد الله ابن الحسن ابن عمها، وعاش حياة كريمة ولكنها لم تنجب منه، ومات شهيدا أيضا بعد فترة قصيرة من زواجهما، ولم ترضى بالزواج من بعده حتى تقدم لها مصعب ابن الزبير ابن العوام، فلم تستطع أن ترفضه، فهو ابن مصعب، فهو ابن الزبير ابن العوام، الزبير اللي كان دائما مع سيدنا علي في جميع فضائله، يعني دائما كان بيحاول انه هو يتنافس مع سيدنا علي. ومصعب كمان عرف بالشجاعة والمروءة والكرم وطيب النفس، فماذا فعلت السيدة سكينة؟ لم تستطع ان ترفضه ووافقت عليه وتزوجت به، ولم تكن هي الزوجة الوحيدة له في ذلك الوقت، فقد كان متزوجا من السيدة عائشة بنت طلحة، وعاشت عيشة هنية مع زوجها ومع زوجة زوجها. انظر إلى المرأة المسلمة، لم تدخل البيت لتخرب على الزوجة الأولى، لا، بل عاشت معها كأخت لها، أسعدتها وأسعدت زوجها، لكن الزمان لم يمهلها كثيرا مع زوجها مصعب بن الزبير، فقد وقع شهيدا هو الآخر أيضا، ورفضت الزواج بعده. ويقال إنها وافقت على حكيم بن حزام، لكنها رواية ضعيفة، فهي ذهبت إلى بيت أخيها زين العابدين أو علي ابن الحسين، وعاشت في كنفه، وكانت محبة في ذلك الوقت. هي بقى خلاص لم يصبح لها زوج وليس لها أبناء معها، فكانت محبة للتعليم والتعلم، فكانت تحاول دائما أن تعلم المسلمات أمور دينهن، وكانت أيضا محبة للشعر. قلنا أن أمها الرباب بنت امرئ القيس، إذن امرئ القيس كان شاعرا بارعا، لذلك هي أحبت الشعر من جدها وأمها، فكانت تخلطه دائما في دعوتها إلى هذا الدين، وده مما كان يرقق لها القلوب. يعني لما كانت تقعد تتكلم مع الناس وتدخل الشعر في كلامها كان بيرق قلوب الناس لها، فكانت بتعلم كثير من النساء أمور دينهم. إذا موت أبيها بهذه الطريقة وموت كثير من عائلتها لم يمنعها أن تدافع عن هذا الدين، فعلى المسلم أن يظل دائما يدافع عن دينه حتى مهما حدث له من مصائب وشدائد، فعليه أن يظل دائما واقفا صلبا، يعلم أن هذه الدنيا ما هي إلا مزرعة للآخرة، لابد أن أبذل جهدا ومجهودا كبيرا لأصل في النهاية إلى إيه؟ إلى أن أنصر هذا الدين. عاشت السيدة سكينة بنت الحسين على هذه الحال فترة طويلة في بيت أخيها زين العابدين، وكانت لا تخرج كثيرا، وكانت أمها معها في ذلك الوقت، فقد عاشت زمنا طويلا السيدة رباب بنت امرئ القيس. وهم في الفترة ديت مع أمها كانت بارة جدا بأمها، وكانت أيضا تمتاز بالكرم الشديد، وكما قلنا في أخيها زين العابدين فهي حفيدة علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت من صفاتهم، وكان من أعظم صفاتهم الكرم، فكانت تدور في بيوت المدينة لتعرف من يحتاج إلى المال، من يحتاج إلى الطعام، وتعطيه لهم. عاشت السيدة سكينة بنت الحسين إلى عام 117 هجرية،
وتوفيت بالمدينة المنورة ودفنت بالبقيع مثل بقية آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو الأغلب من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا سابقا من يذهب إلى البقيع يستطيع أن يعرف قبور آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، رحم الله السيدة سكينة بنت الحسين وأخيها زين العابدين ابن الحسين رحمة واسعة، وجعلنا الله سبحانه وتعالى ممن نقتدي بهم وبآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. من مثل أحمد في الكونين.